كيفن هو أكثر من ابن بالنسبة لي. العلاقة اللي صارت بيني وبين ابني أخذت 11 سنة in the making، نظراً لشغلي الموجود أنا هون بالسعودية بالطيران، ما بقدر أكون بلبنان الوقت الكافي. أنا بطبعي سيء جداً بالطبخ، بس بما أنه كيفن بحب الكيك سويت كيك، حابب أنا أعمل له لأول مرة كيك بخليه يحس أنه في شيء مميز كتير بيني وبينه، إن شاء الله يزبط معي. من خلال أصحابي قدمت قصتي على ويب سايت نسلي، واليوم حابب أوصل له كلام حلو لكيفن. كيفك؟ شفتك جاي؟ والله عيب عليك. الكيك والرسالة بقلبه كمان. يعين عليك. يلا يلا. هو حيكون مفاجأة حياته بالنسبة له هو، لأنه صار لنا فترة ما عملنا سربرايزز. كيفك كيفن؟ منيح. هيدا الكيك إلك؟ ميرسي. من بيك؟ عنده غنية صغيرة لإلك كمان؟ عملك تسمع؟ كبرت وصرت رفيقي يا بابا، إن شاء الله أشوفك دايما سعيد. رح اللي صدقتها بهالكيك الشوكولاتة والحليب.